محمد، يعني مجموعة من الشروحات تحدثت بها عن كان على السوق السعودية والسوق الخليجية، وانتقل بها إلى ضيفتنا من بيروت ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار. ماري مرحبا بك. يعني اليوم نهاية الأسبوع، المجموعة من الأسواق الخليجية إذا ما استثنينا أسواق الإمارات، الصورة ربما العامة للأسواق أداء إيجابي رغم وجود بعض التصحيح أو التراجعات هنا أو هناك. ما الذي يدعم الأسواق الخليجية في هذا الأسبوع لهذه الارتفاعات، خاصة أنه مطلع الأسبوع شهد بعض البيانات السلبية أو منتصف الأسبوع بعض البيانات السلبية التي توقع البعض أن تؤثر على أداء الأسواق الخليجية ولكنها لم تتأثر؟ تحدث عن البيانات الأمريكية والCPI في الولايات المتحدة. صباح الخير عماد، ويعطيكم ألف عافية. يعني فيما يتعلق بأداء الأسواق الخليجية هذا الأسبوع، يعني رغم البيانات المالية اللي طلعت من أمريكا والبيانات الاقتصادية، إلا أنه الأسواق الخليجية أثبتت بالفترة الأخيرة أنه هي عم بتكون نوعا ما مرنة فيما يتعلق بهذه البيانات أو هذه التصريحات، لأنه عم نشوف دايما ارتداد كان بسبب تراجعات خلال الجلسات، عم نشوف ارتداد عن نهاية الجلسات وخلال التداولات. وهذا الأسبوع تحديدا يمكن زخم الإعلانات والبيانات المالية من قبل الشركات هي اللي كانت عم تدعم الأسواق المالية، فبالتالي ما فينا نقول دايما أنه الأسواق العالمية هي المحرك الأساسي للأسواق الخليجية، لأنه هذه الصورة شوي بعدنا عنها. صار في عنا محركات ومحفزات داخلية ضمن الأسواق الخليجية هي اللي عم تدعم التحركات، وهي اللي عم تأثر بشكل مباشر على نفسية المستثمرين وحتى على الأداء تبع المؤشرات. هذا الأسبوع لحديت اليوم يعني عم نشوف أكيد بعض التقلبات على المؤشر سوق الكويت، تراجعات خلال الجلستين اللي مضوا، ولكن اليوم في ارتفاعات. وإذا بدنا ناخذ الحصيلة الإجمالية لهذا الأسبوع هي إيجابية بكل تأكيد للأسواق الخليجية بشكل عام ككل. يعني ما في عنا تراجعات بالأداء الأسبوعي، غير إذا صار شيء مثلا جذري ممكن يأثر على التداولات اليوم، ولكن بهذا الأسبوع تحديدا الملفت كان بالأداء تبع الأسواق الخليجية هو الزخم تبع المؤسسات وزخم المستثمرين الأجانب بتداولات ضمن الأسواق. يعني بطلنا عم نشوف فقط التركيز من قبل المستثمرين الأفراد أو المحليين، وهذا الشيء واضح من خلال الزيادة بأحجام التداول اللي كنا عم نشوفها بالأيام السابقة. يعني هذا الأسبوع شهد زخم قوي وهو اللي داعم هذه الارتفاعات، يعني رغم أنه بعد بيكون نتائج من قبل بعض الشركات مخيبة أمال المحللين أو دون توقعات المحللين، إلا أنه حتى أداء الأسهم هذه عم بتكون إيجابية ضمن الأسواق، لأنه المستثمر ما بقى عم بيطلع على البيانات المالية على أنها هي المحرك للفترة المقبلة، صار عم بيقرأ البيانات المالية بطريقة مختلفة، عم بياخد الأوتلوك أو حتى نبرة البيانات المالية أو التصريحات من قبل الشركات فيما يتعلق بالبيانات المالية بشكل مختلف للفترات المقبلة. فهذه الاستثمارات اللي عم نشوفها هي استثمارات مستقبلية مش بناء على النتائج اللي صدرت. في أكيد تأثيرات لبيانات بشكل إيجابي حاليا ضمن الأسواق، ولكن استمرارها بالصعود أو التراجع بفترات لاحقة من بعد الإعلان هي اللي بتعكس كيف حيكون الاتجاه بالـ24. عموما سنكون في متابعة بكل تأكيد للنتائج المالية التي تحرك الأسواق بحسب ما ذكرتي. ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار، شكرا جزيلا لك.